مشاهدي قناة شوف تيفي مساء النور عليكم ومرحبا بكم معنا بهذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. نخليكم مع آخر الحصيلة الوبائية اللي أعلنت عليها وزارة الصحة شهر الخليل، تسجيل 371 حالة على المستوى الوطني خلال 24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الوفيات لخمسة ديال الأشخاص الله يرحمهم ويرزقهم الجنة ويجعل الأهل ديالهم ويرزق الأهل ديالهم صبر وسلوان. اما بالمقابل كنلقاو ان كاين عدد ديال الاشخاص اللي تعالجوا من هذا المرض واللي ربي رفع عليهم هذا الوباء، هما 402 ديال الحالات اللي تعالجات مقابل ظهور 371 حاله. لهذا نتمنوا المزيد من الحيطه والحذر مشاهدي قناه شوف تيفي. اما بجهه الدار البيضاء سطات، سجلت 3 ديال الحالات الوفيات، 232 حالة مؤكدة جديدة. طبعا نظرا على ان هذه الجهة هذه هي كتعرف الاكتضاد وكتكون هي جهة كبيرة، لهذا كنشوفوا دائما فيها الارقام تكون مرتفعة. جهة مراكش اسفي 0 حالة وفاة، 42 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس. فيما جهة الرباط سلا القنيطرة 0 حالة وفاة و25 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس. اما جهة سوس ماسة 17 حالة مؤكدة و0 حالة وفاة. أما جهة طنجة تطوان 16 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس و0 حالة وفاة. أما جهة طنجة تطوان الحسيمة 16 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة. في ملايون الساقية الحمراء حالة وفاة واحدة، الله يرحمهم ويرزق الأهل ديالهم الصبر والسلوان. 14 الحالة مؤكدة جديدة بالفيروس. جهة الداخلة وادي الذهب 0 حالة وفاة، 8 ديال الإصابات. جهة الشرق 0 حالة وفاة، 6 ديال الإصابات. أما جهة درعا تافيلات 6 ديال الإصابات و0 حالة ديال الوفاة. فيما جهة فاس مكناس اللي كنتواجدوا فيها حنا الآن سجلت فقط 4 ديال الحالات مؤكدة بالفيروس و0 حالة وفاة للمرة الثانية على التوالي. يعني ليلة الأمس كانت 0 إصابة و0 حالة وفاة، واليوم 0 حالة وفاة و4 ديال الإصابات. أما آخر جهة هي جهة بني منال القنيطرة 0 حالة وفاة وحالة واحدة مؤكدة جديدة، خريبكة حال اللي سجلتها خريبكة. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كانت هذه هي خلاصة ديال الحصيلة الوبائية لفيروس كورونا المستجد حسب يعني حسب اخر احصائيات اللي اعلنت عليها وزاره الصحه قبل قليل. ظهور 371 حاله مؤكده جديده، فيما سجلت بالمقابل 402 ديال الحالات شفاء جديده. وكنتمنوا المزيد من الحيطه والحذر ويرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل مشاهدي قناه شوف تيفي. اما بالنسبه لعدد ديال ضحايا فيروس كورونا، سجلت اليوم 5 ديال الاصابات. ونتمنوا الرحمه والمغفره لكل شهداء فيروس كورونا، ونتمنوا الشفاء العاجل لباقي المصابين، والله يرفع لنا الوباء في القريب العاجل مشاهدي قناه شوف تيفي. دمتم بالف خير والله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير.